أن هنالك نعم توصل إلى اتفاقيات ربما مبدئية بين القوى السياسية السنية المجتمعة في عمان؟ نعم، هنالك معلومات تشير إلى أنهم يحاولون الوصول إلى اتفاق لجمع عزم وتقدم كإعلان تحالف نهائي بينهما تحت قبة البرلمان، إضافة إلى أنهم مجمعين نوعا ما لحد اللحظة على أن يكون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان المقبل، أي تجديد دورة ثانية. وهنالك بالتأكيد مزاد الوزارات السنية بدأ بحثه بالتأكيد، سواء وزارة الدفاع أو باقي الوزارات المهمة التي هي للمكون السني. هذا مدار حديث مهم في العاصمة الأردنية عمان مع التحالفات السنية، حيث مرتكزهم هنا في الحقيقة، وبالتأكيد في اسطنبول أيضا، ولكن الآن هم متواجدين في عمان لمناقشة هذا الموضوع.